المتابعون، نهني جميع الفائزين معنا في جميع أشواطنا الماضية، وحظنا أوفر لمن لم يحالف الحظ. هذه انطلاقة شوطنا التاسع ضمن انطلاقات وتحديات هذه الأشواط المفتوحة، وهذا الشوط أو عفوا الأشواط العامة. نعم، هي أشواطنا العامة، شوطنا التاسع هو مخصص للبكار لهذا السن، سن الجذاع. هذا اليوم هو يوم الجذاع، ومع هذه المرحلة الأولى من عمر هذا المحلي الأول، ونبدأ ونتعرف وإياكم على المركز الأول. المقدمة والصدارة قمرية. قمرية تعود ملكيتها لفرحان بن محمد بن حسن المحامض هنا مع قمرية على المركز الأول. ومع مقدمة هذا الشوط ننتقل إلى المركز الثاني. هنا شقرة على المركز الثاني، عبد العزيز بن محمد بن خميس المريخي من يتواجد على المركز الثاني. ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث، ومن وصلت هنا أسطورة، تعود ملكية أسطورة لسالم بن محمد بن علي بن حديد المري مع أسطورة على المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع مشاهدينا الكرام، هنا الشاهينية سالم بن عبيد بن لحيمر المري على المركز الرابع. والمركز الخامس وصول وتقدم من غرام، هذه غرام لعبد الله بن سعيد الرومي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى في ندائنا الأول. ونعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة مع قمرية. هذه قمرية، فرحان بن محمد بن حسن المحامض هنا قادم يبدو لي من ميدان نجران للمشاركة هنا في ميدان الشحانية. نعم، هذا هو شعار المحامض هنا على المركز الأول مع الصدارة ومع المقدمة ومع قيادة هذا الانطلاق. ما شاء الله، قمرية يا قمرية، قمرية مع ملكها فرحان بن محمد بن حسن المحامض مع المركز الأول. أما المركز الثاني فالتواجد هنا مشاهدينا الكرام من شعار المريخي من يتواجد على المركز الثاني في هذه اللحظات. هنا الوصول والتقدم أيها الإخوة المتابعون على المركز الثاني من قبل شقرة. هذه شقرة عبد العزيز بن محمد بن خميس المريخي من تتواجد على المركز الثاني. وصلت أسطورة، أسطورة تصل في هذه اللحظات بأسطورتها وبشعارها المميز. هذه أسطورة سالم بن محمد بن علي بن حديد المري من يتواجد مع أسطورة على ثالث المراكز. أما المركز الرابع فوصلت في هذه اللحظات أول نداء للفائزة، الفائزة لسعيد بن منصور بن سلطان الهاجري من يتواجد مع أسطورة على المركز الرابع. المركز الخامس، وصلت على المركز الخامس، ومن تحتل المركز الخامس ناخذها مع مخرج هذا النقل ومع مصورنا، تصل على المركز الخامس. هنا الوصول والتقدم من غرام عبد الله بن سعيد الرومي على المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. نعود وإياكم، نعود وإياكم وناخذ المقدمة مرة أخرى. الأمور تسير هنا من صالح، من صالح قمرية فرحان بن محمد بن حسن المحامض هنا مع المركز الأول والمركز الثاني. وصلت أسطورة سالم بن محمد بن علي بن حديد المري. أما المركز الثالث فتصلنا في هذه اللحظات، وصلت 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 هنا مشاهدين الكرام. الله، يا سلام يا سلام، شوفوا اللي قادمة واللي واصلة. هنا الوصول من الفائزة سعيد بن منصور بن سلطان الهاجري وعلى المركز الرابع. يصل شعار الشراب هنا على المركز الرابع هنا مع الشاهينية سعيد بن محمد بن سعيد بن سويري. ولكن نعود، نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة والقيادة. الأمور هنا تتغير، تتغير هنا مشاهدين الكرام مع 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 المقدمة مع الفائزة. تريد الناموس وتريد الفوز سعيد بن منصور بن سلطان الهاجري. ما شاء الله تبارك الله، بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، هذه الفائزة، 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 اسم على مسمى، هذه الفائزة تفوز بهذا الشوط بكل أريحية، وشكلها مميز للغاية. هذه
الفائزة تفوز معنا بهذا الشوط. تهانينا من الأعماق نزفها لمالك الفائزة سعيد بن منصور بن سلطان الهاجري على فوز الفائزة وتحقيق هذا المركز الأول بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. للمعلومة المركز الثاني وصلت على المركز الثاني قمة لمحمد بن حمد بن جلال البري. أما المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الشاهينية لمحمد بن عبد الله بن جبر المخضبة الهاجري. أما المركز الخامس أو المركز الرابع نعم وصلت على المركز الرابع الغزي لسالم بن علي بن حمد الفيدة المري. المركز الخامس فوصلت فيه الشاهينية لمحمد بن عبد الله. هنا ثنى على المركز الخامس لمحمد بن حمد بن جار الله بن جهويل المري. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الفائزة إلى خط النهاية 6 دقائق و31 ثانية 48 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت الفائزة. تهانينا والناموس لسعيد بن منصور بن سلطان الهاجري وللمعلومة بدون أي تعليمات. أما المركز الثاني فست دقائق 32 ثانية 83 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك قمة محمد بن حمد بن جر الله المري على فوزه بالمركز الثاني 6 دقائق 33 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا والناموس لمالك الشاهينية محمد بن عبد الله بن جبر المخضبة.